ألقت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس القبض على 4 أشخاص تورطوا في حيازة النقل وإخفاء أقراص مهلوسة لغرض التجارة غير الشرعي. العملية أسفرت عن حجز 6360 قرص مهلوس من نوع بريغابارين 300 ملغرام. أطوال القضية تعود إلى استغلال قوات الشرطة لمعلومات مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في ترويج أقراص مهلوسة من نوع بريغابارين 300 ملغرام. ليتم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيفهم. أحدهم كان على متن مركبة سياحية. بعد إخضاع المركبة للتفتيش ضبط بداخلها 6360 قرص مهلوس من نوع بريغابارين 300 ملغرام مخبأة بإحكام وموجودة لغرض ترويجها بمدينة سيدي بلعباس بالإضافة إلى 4 هواتف نقالة. بعد استيفاء جميع الأجراءات القانونية تحت إشراف دائم للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة عن قضية حيازة النقل وإخفاء أقراص مهلوسة لغرض التجار غير شرعي.